بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. جدر بأن تذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج نظرة النعيم. هذا البرنامج تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا في بدء هذه الحلقة أرحب بضيفها الدائم وضيف البرنامج، صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، أسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم آمين. ما زلنا كما تابعتم في حلقات ماضية نتحدث في سياق الجهاد النبوي، وقد أشرنا إلى غزوة بدر، ثم أتينا إلى غزوة أحد، ومن ثم الأحزاب. واليوم إن شاء الله سنتحدث، وعنوان حلقتنا هو صلح الحديبية. نبدأ فضيلة الشيخ في أصل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإننا نعلم أن رؤيا الأنبياء حق، والله جل وعلا قال وقوله الحق: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا له أنه يدخل مكة معتمرا، فأخبر أصحابه فاستبشروا، واستبشروا لأن أكثرهم من المهاجرين حنوا إلى مكة وحنوا واشتاقوا للطواف بالبيت، ومن لم يكن من المهاجرين من الأنصار عظمت في قلبه الرغبة أن يأتي البيت، ولا يجد مسلم إلا ويحن إلى هذا. فالله لما وصف بيته قال: مثابة للناس وأمنا، مثابة لأن القلوب تشتاقه مرة بعد مرة. فلما عزم صلى الله عليه وسلم على الخروج لم يشك الناس أنهم آتون مكة قطعا، فاعتمر صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة، وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، وخرج عليه الصلاة والسلام في 1400 من أصحابه، ومضوا محرمين من المدينة إلى مكة. في عسفان أخبره بعض أصحابه أن قريشا سمعت بخروجهم، وأنهم منعوا عزموا على أن يمنعوه من الوصول إلى البيت، وقال له: لبسوا لك جلود النمور، كناية عن الحدة والغدر، لأن النمر موصوف بهذا، يقول شوقي: فيرب وجه كصافي النمير، تشابه حامله والنمر. فلما قال له ذلك صلى الله عليه وسلم الظهر، فرآهم خالد بن الوليد فتأخر في أن يفاجئهم، وقال خالد لمن معه، وهذا قبل إسلامه: لتأتين عليهم صلاة هي أحب إلى أنفسهم من كذا وكذا، يقصد صلاة العصر. ما بين الصلاتين أنزل الله جل وعلا حكم صلاة الخوف، فلما علم عليه الصلاة والسلام أن قريش تتربص به وأن خالدا يهم أن يأتيه بجيشه، قلنا لا بد من الأخذ بالأسباب. قال عليه الصلاة والسلام لمن معه: أيكم يخرج بنا عن طريق القوم، يعني عن غير الطريق المألوفة؟ فقال رجل من أسلم، أي من قبيلة أسلم: أنا يا رسول الله. فنزع بهم طريقا في جبال وعرة. والآن الحديبية يا أستاذ عبد الرحمن أين تقع؟ هي الشميسي الآن، والشميسي المنطقة الموجودة الآن في الطريق ما بين جدة ومكة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة، فليست الحديبية في طريق الغادي من المدينة إلى مكة. لكن لما طلب عليه الصلاة والسلام من أحد الناس أن يتخذ طريقا آخر، هذا الرجل المبارك ومن أسلم عمد إلى هذا الطريق حتى ينجو المؤمن. لأجل هذا يمر الناس الآن بالحديبية التي هي المعروفة بمكان الشميس. لما أتوا عندها قال عليه الصلاة والسلام: قولوا: نستغفر الله ونتوب إليه. فقالوا رضوان الله عليهم: نستغفر الله ونتوب إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، والله إنها الحطة التي أمرت بها بنو إسرائيل فأبوها. فجيل محمد عليه الصلاة والسلام ليسوا كمن كان مع موسى، فالله جل وعلا قال لهم: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. أما هؤلاء المباركون قالوا: نستغفر الله ونتوب إليه.
فالأحداث هي هي، لكن الشخوص كيف تتعامل مع هذه الأحداث تختلف، كما كان هذا الجيل الأمثل والرحيم الأكمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم صلى الله عليه وسلم أن الأمر لن يكون على ما بدا ظاهرا له، دنا من مكة في الحديبية، الحديبية بعضها أو آخرها في الحل، آخرها في الحرم أولها في الحل من جهة جدة. مناخ صلى الله عليه وسلم وأعطى سهمه لأحد أصحابه يقال له جندب بن جارية أو جارية بن جندب، فأخذ السهم ونزل به في البئر وغرسه وفاضت، وكانت البئر قليلة الماء، فجاءته جارية يمانية أعطت ناجية الذي نزل هذه الجارية وأعطت ناجية دلوها وقالت له أيها الماء حدلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك، أخذت تثني عليه، فرد عليها قائلا أن الذي سمتني أمي كذا، يعني يخبرها بأنه سيسقيها كما قد زعمت جارية يمانية أني أنا الماتح واسمي ناجية، وأخذ يعدد يلاطفها في القول ويسقيها. فالمجتمع كان مجتمعا متراحما يمكن أن يقبل منه في بعض أحواله مع شدة عناء السفر ما لا يقبل في غير مواضع السفر. المقصود أناخ صلى الله عليه وسلم هناك، وأخذت تبدأ طرائق المراسلات بينه وبين القرشيين، فقريش قد أقسمت أن لا يدخلها، والصحابة ما خرجوا إلا ليدخلوا البيت الحرام ويطوفوا به، وطاقت أنفسهم، طاقت أنفسهم وعظمت، ومعهم الهدي، والهدي أصبح معكوفا كما قال الله جل وعلا والهدي معكوفا أن يبلغ محله، وأضر به طول الحبس، ولم يكن في أذهانهم أن الهدي سيمنع عن البيت. هنا بدأت مقدمات صلح الحديبية. نحن نحاول أن نقرأ الفوائد لا أن نسرد الأحداث. ممن بعثتهم قريش سيد الأحابيش، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا من قوم يعظمون يؤلهون، فابعثوا الهدي. فلما رأى الهدي وقد ضمر من طول مكثه في الحبس تغير، وقال والله ما ينبغي أن يصد هؤلاء عن البيت. في استقباله صلى الله عليه وسلم له هذا كتاب مفتوح للسياسيين كيف يتعاملون، وفي معرفته صلى الله عليه وسلم بشخصية الرجل وما يؤثر فيه طريق إلى أن كل أحد في الغالب ثمة سبيل طريق إلى قلبه، فأنت عليك أن تتوخى هذا السبيل. أما الثمرة هذا ليس بيدك ولا بيد غيرك إلا أن يشاء الله. فرجع يلوم قريشا على منعها النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم كيف يصدون أمثال هؤلاء، قال ما ينبغي هؤلاء أن يصدوا عن البيت. فبعثت قريش رجلا آخر، فلما وقف عنده كان المغيرة بن شعبة واقفا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هذا يدني يعني يده من رسول الله ويخاطبه بانفعال يضربه المغيرة بطرف السيف، فقال من أنت؟ فعرفه، فقال لولا أن يدا لك علي لقلت فيك كذا وكذا. إذن هذا جاء من الخصم لم يأتي من الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. اليد النعمة عنق أو قلادة في عنق الرجل الحر، اتخاذ اليد في الناس يجعلهم أسار لك، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. يجب أن لا نلوم أحد اتخذ له صنيعا عند أحد، وسنأتي بأمثلة من الشرع. في غزوة الخندق قبيل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لما كانت حرب بعاث، غلبت الأوس الخزرج، فأحد المسلمين من الخزرج قبل الإسلام لجأ إلى رجل من اليهود فأجاره ومنعه، ثم جاء الله بشمس الإسلام فأسلم هذا الرجل. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل بني قريظة في الخندق، جاء هذا الرجل اليهودي
وطلب من المسلم أن يجيره ردا على الصنيع الأول قبل الإسلام. فذهب هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقبل عليه الصلاة والسلام وأجاره، وقبل أن يعفى هذا رغم حكم سعد بأنه من ضمن الذين يقتلون أن لا يقتل. لكن هذا الرجل لما جلس مع قومه صار يسأل أين فلان، قالوا قتل، أين فلان، أين قتل، ما فعل الله بفلان، قالوا قتل، قال والله لا خير للعيش بعدهم، وقتل وقبل أن تضرب عنقه. نحن يعنينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مطلب ذلك الصحابي مطلبا شرعيا عرفيا مقبولا. فهذا قال لولا أن لك علي يدا في الجاهلية أو يدا يوم كذا وكذا لرددتها عليك. ومر معنا في كثير من الأخبار التاريخ أنه قلما يأتي إنسان فيحفظ إلا ويحفظ، يعني من الأحرار والشرفاء إلا يحفظ العهد. قبل ذلك شاع أن عثمان رضي الله تعالى عنه قد قتل. لما كانت المفاوضات رجل يأتي ورجل يبعث، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث عمر، فقال يا رسول الله ليست لي منع في قريش مثل بني أمية، بنو عدي لم يكونوا ذوي أركان ثابتة في المجتمع المكي مثل بني أمية، ولهذا نعلم أن الخلافة آلت لبني أمية لأن تمكنهم في قريش تمكن راسخ مثل بني هاشم بخلاف بني عدي. فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث رجلا من بني أمية، فكان عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان من بني أمية. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يعتذر خوفا، لكنه اعتذر من باب أن المصلحة تقتضي أن يذهب بهذه المهمة من هو أكفأ وأقدر منه بواقع الحال، باعتبار أن عثمان من بني أمية وفراسة عمر وقعت. فلما بعث عثمان مبعوثا من النبي صلى الله عليه وسلم لم تقتله قريش، لأن سلطان بني أمية نافذ، أبو سفيان من بني أمية، فعظموه وأكبروه وأشاروا عليه أن يطوف بالبيت، فقال والله لا أطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم محبوس. وهذا أدب جم من ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أشيع أن عثمان قد قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى البيعة تحت شجرة عرفت بعد ذلك بيعة الرضوان، لأن الله جل وعلا قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. هذه البيعة وقعت ل1400، قال عنهم صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض اليوم، وقال لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، وقد بايعوا جميعا إلا الجد بن قيس وكان أصلا منافقا. هؤلاء الصحابة هم صفوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بقي بعد بدر، بايعوه على الموت. لم يكن عثمان حاضرا لأنه كان في مكة، فمد صلى الله عليه وسلم إحدى يديه قال وهذه عن عثمان، وصافح نفسه بنفسه وقال هذه عن عثمان، قال أهل العلم فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان. وهذا ظاهر يعني جلي واضح، وهذا قلناه مرارا خيرة الله لعبدي خير من خيرة العبد لنفسه. بعثت قريش سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو فصيح، كان فصيحا مفوها قسيما وسيما، جاء راه صلى الله عليه وسلم قال قد سهل أمركم من اسمه، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أخذ وعطاء مع سهيل اتفق على أن يصطلح، فأمر عليه الصلاة والسلام كاتبه عليا أن يكتب، قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد عبد الله ورسوله سهيل بن عمرو. فقال سهيل لو كنا نعلم ونشهد أنك رسول الله لما قتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فقبل صلى الله عليه وسلم وأمر عليا أن يمسحها يمحوها فأبى. احتج به بعض العلماء على أنه يجوز المخالفة في بعض الأحوال، قالوا أن عليا رفض أبى، فلما أصر على إبائه قال صلى الله عليه وسلم لعلي أرني إياها. هنا ينيخ الإنسان مطاياه، العلم نور والنبوة فضل محض. رجل لا يعرف يكتب اسمه،
بل يقرأه كثيرا، يقرأ عليه ولا يستطيع أن يميزه من بين سطر أو سطرين. ويجعل الله حلقة باب الجنة ما يقرأها أحد قبله، حتى يعلم أن الفضل محض من الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، ما من نبي آدم فمن سواه إلا وهو تحت لوائي، وأنا أول من يحرك حلقة باب الجنة. هذا الذي أول من يحرك حلقة باب الجنة، وليس هناك مطلب أعظم من الجنة، مع ذلك يقول لعلي: أرني إياها. ويقول لعلي: أما وإنك ستدعى لي مثلها فتقبل. وقد وقع هذا يوم صفين، يوم أن قبل علي رضي الله عنه بالحكمين، وهذا من الغيب الذي وقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وقد أخبر عنه فمحاها. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. الآن رفضت قريش أن تعترف بنبوته. الله يقول في حق أم المؤمنين عائشة وحفصة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا في حق مؤمنتين زوجتين كريمتين، يقول الله فإن الله هو مولاه، كيف بحقه مع عدوه؟ فلما قال العدو: لا نؤمن بك ولا نصدقك، قال الله: محمد رسول الله والذين آمنوا معه. أنزل الله قوله: محمد رسول الله والذين آمنوا. فلما امتنع هؤلاء يعني الشهادة له، شهد له رب العزة من فوق 7 سماوات، فكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، ثم ختمت بالشهود. من ضمن ما كان في من محتويات الصحيفة التي بينهما أن من أسلم من قريش وجاء إلى محمد يرده محمد صلى الله عليه وسلم إلى قريش، فقبل أن يفضى الأمر إذا بأبي جندل ابن سهيل بن عمرو، ابن سهيل بن عمرو، يرسب في أغلاله، فقال سهيل بن عمرو: هذا أول ما أقاضيك إليه، لقد فرغنا وقد كتبت العهد بيني وبينك. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت. وأمر بأن يرد أبا جندل، أن يرد أبو جندل إلى كفار قريش وهو يرسو في أغلاله. الآن كيف سيكون وقع هذا على المسلمين؟ 1400 رجل ينظرون إلى رسول الله يرد مسلما مؤمنا يرسو في أغلاله إلى المشركين ليعذبوه، ويأبى أن ينصره ويقبله عنده لأنه نطق بعهد فوجب عليه أن يوفيه، وقال: يا أبا جندل اتق الله واصبر، وسيجعل الله لك ولمن معك مخرجا. كلنا يقرأ: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لكننا نرقب خواتم الآية ولا نلتزم بالشرط، ثم نقول: أبطأ علينا فرج الله، لكن الأصل أن تأتي بفعل الشرط: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فرجع أبو بصير ورد إلى كفار قريش. هذا الوفاء بالعهد كان أصلا حتى في العرب من قديم، وضربوا فيه أروع الأمثلة. وما جاء صلى الله عليه وسلم ليهدم بنيانا سامقا، وإنما جاء ليثبت أمثال هذا. لما حصلت حرب البسوس والحارث بن عباد أرسل ابنه بجيرا إلى مهلهل الربيعة، قتله مهلهل في القصة المعروفة، وقال: بؤ بشسع نعلي كليب. هذا جعل الحارث بن عباد يدخل المعركة، كان بعيدا عنها، قال: لحقت حرب وائل عن حيالي، قرب مربط النعامة مني، لحقت حرب وائل عن حيالي، وذكر أبياتا أنه لا يريد أن يدخلها لكنهم أجبروه. فلما دخلها كان لا هم له إلا أن يظهر بمهلهل ربيعة، لأنه هو الذي قتل ابنه وهو الذي تسبب في إدخاله، فظفر به في المعركة دون أن يعلم أنه مهلهل. فلما أخذه قال له: اتركني، قال: بشرط تدلني على مهلهل.
هو لا يعلم أنه هو. قال أرأيت إن دللتك عليه تركتني؟ قال نعم، لأنه لم يدخل المعركة إلا أريد أن يظهر بمهلهل ربيعة. قال أنا مهلهل، فتركه، وإنما جز رأسه شعر رأسه لكاية به ثم تركه، وهو فيه من الغل عليه ما فيه، لكنه حر يحفظ كلامه. هذا في رجل من الأعراب لا يرجو جنة ولا يخشى نارا، فكيف بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ فإذا رأيت أحدا من الناس خاصة من ابتلوا بالسياسة والحديث مع الآخرين من الأمم، لا ينبغي أن تعنفهم وترميهم بكل منقصة لقول قالوه أو فعل اتخذوه، أنت لا تدري ما وراء الأكمة، فثمة أشياء يلزم الإنسان بها. ولهذا قلتنا في لقاءات سابقة لابد أن ندع لغيرنا مضمارا يجرون فيه، وإلا لا تصح المحاسبة. فرجع أبو جندل وبقي المؤمنون وعز عليهم ما وقع حتى كادوا أن يقتلوا أنفسهم من الغم. فلما رجعوا أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحرقوا أشعارهم رؤوسهم وينحروا هديهم، فأبوا. ليس أبوا لفظا، ما يجرؤون أن يقولوا لا، لا تكون منهم، لكنهم ما قاموا إلى الأمر. لما ما قاموا إلى الأمر قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها المقولة المشهورة: أن أبدأ بنفسك. فلما رأه صلى الله عليه وسلم قد حلق شعره ونحر هديه فزعوا وقاموا إلى هديهم وأشعارهم، وكان ما كان منهم من أنهم رضي الله عنهم امتثلوا فرجعوا إلى المدينة. فأنزل الله على نبيه في الطريق إلى المدينة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. نجم عن هذا الفتح أن دخل الناس في دين الله أفواجا، وضعت الحرب أوزارها، وبدأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراسل العرب، وأخذ المسلمون يغدون ويروحون في جزيرة العرب من غير خوف من أحد أن يبطش بهم. ونجم عن ذلك في العام الذي يليه ما عرف بعمرة القضاء، خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة في العام الذي يليه ومعه أصحابه، حتى إذا كان غير بعيد عن مكة جعل السيوف والثقيل من السلاح بيد 200 من رجاله، ودخل عليه الصلاة والسلام مكة وعبد الله بن رواحة بين يديه شاهرا سيفه يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، ويلومهم على محاربة للنبي صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه عمر وقال: يا ابن رواحة، الشعر في بيت الله؟ قال: دعه يا عمر، فإنه أشد عليهم وقعا من كذا وكذا. وطاف صلى الله عليه وسلم سبعة، ويومها الخبر المعروف الفقهي أنه أمرهم أن يظهروا مناكبهم وأن يشتدوا في مشيهم حتى لا يقال إن أهل المدينة أن المهاجرين أكلتهم حمى يثرب. هذا على وجه الإجمال ما وقع في صلح الحديبية. نعم، كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية موقف، وهو الحقيقة من المواقف التي وقد قدمت الشيخ بأن أخرنا الحديث عن عمر إلى صلح الحديبية. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بني عدي، يقول عن نفسه أنه كان له أب فظ غليظ يضربه على كل شيء ويعاقبه على كل فعل، كان يرعى له الغنم. قال: إن عجلت قال على ما بكرت، وإن أبطأت قال على ما تأخرت. هذا الخطاب. ثم كانت في بني عدي السفارة، كما كانت الحرب في بني أمية، والسدانة في بني شيبة، والسقاية في بني عبد المطلب، هكذا كانت قريش تجعل الأمور بينها. فلما جاء الإسلام أعز الله الإسلام به فأسلم، وكان على الأظهر في 26 من عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما أسلم كان ما كان منه يوم الهجرة، وكان رجلا طوالا قليل الشعر في الرأس. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه لازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أضحى الناس لا يقولون إلا: ذهب رسول الله أبو بكر وعمر، وعاد وأبو بكر وعمر. ووفقه ربه في أمور عظام نزل بها القرآن: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقرنا في بيوتكن، وغيرها من المواقف.
حتى كان عام الحديبية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا قال: ألست ألم تقل لنا إنكم ستدخلون البيت الحرام وتطوفون به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. أقلت لك في عامنا هذا؟ فسكت. فذهب إلى الصديق فقال له: إلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان ما كان من حلق النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه ونحره لهديه علم عمر أنه أخطأ، فيقول، وهذا موضع الشاهد، قال: فما زلت أصنع العمل الصالح لذلك اليوم. فالمؤمن إذا وقعت منه الخطيئة وقعت منه الزلة ولا يرد عليك الفائت القدر، ما يمكن أن يعود الأمر، أمس الذاهب لا يعود، لكن يمكن أن تصنع أعمالا صالحة تذهب. والأصل في هذا قول الله: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول: فما زلت أجتهد في كثرة العمل الصالح أكفر بها عن ذلك اليوم. وهذا جعل عمر بعد ذلك يزداد فقها، لأن الحر يستفيد من تجاربه. فموقفه لما تعجل جعله بعد ذلك وقافا عند كلام الله، فإذا ذكره أحد بالقرآن توقف، لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. فلما قالت له المرأة أن الله يقول: وإن آتيتم إحداهن قنطارا كيف تطالبنا بالمهر القليل، رجع وقال: صابت امرأة وأخطأ عمر. وفي فدية قصته مع الشباب الذين يعني يروى تاريخيا أنهم شربوا الخمر خلف السور ومر بهم فلاموه، قالوا: من الذي أذن لك؟ كيف دخلت علينا من غير الباب؟ ما سلمت علينا؟ فرجع وهو يقول: كل الناس أفقه منك يا عمر. قال: حافظ، وفتية أولعوا بالراح وانتبذوا لهم مكانا مجدوا في تعاطيها، ظهرت حائطهم لما علمت بهم، والليل معتكر الأرجاء ساجيها، قالوا: مكانك قد جئنا بواحدة وجئتنا بثلاث لا تباليها، فأتي البيوت من الأبواب يا عمر فقد يزن من الحيطان آتيها، ولا تجسس، فهذه الآية قد نزلت بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها، فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم، لما رأيت كتاب الله يمليها، وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيها. هذا بعض من سير عمر رضي الله عن عمر. وبهذا مشاهدين الكرام نصل وإياكم إلى ختم هذه الحلقة، وقد خصصناها وأفردناها في حديث عن صلح الحديبية وما جاء فيه من مواقف ودروس وعبر. باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر ووافر الدعاء لشيخنا الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، جزاكم الله خير شيخنا. إياكم أستاذ. وأنتم مشاهدين لكم منا كل الشكر والتقدير والمحبة والدعاء بأن يصلح الله لنا العمل وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى، لنا عبرة من أناس مضوا، فأين الذي يأخذ العبرة؟ هداة لنا وبهم نقتدي، ويونسنا ذكر ما قد جرى، فليس حديثا هنا يفترى، مواعظ أجدر بأن تذكر.